بلاتي بلاتي لبس الطابليه قبل ما نبدا الهضره باش نبان حادقه وداك الشيء. ويلي 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 العام اللي فات غتلاحظوا ما كنتش كندير الطابليه هذا العام، فهمتوا؟ زعما راني وليت بروفيسيونيل بلاتي نعقدوها. ودابا يلا نبداو. هاي المراكش، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. نتوما كتفرجوا فيا، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، باش ما كتمنوا ان شاء الله تحققوا كاع احلامكم، كاع اللي في قلبو شي حاجه زوينه بغى يحققها الله يسهل عليه. المهم ما كنعرفش نهضر في هاد المواضيع بزاف، ولكن راه اللي كنعرف اللي راني قلته وداكشي اللي كنتمناه لراسي تمنيتو ليكم نتوما معايا. المهم دابا راه تقريبا عام كملنا، تخيلوا معايا باش بديت معكم اليوتيوب، باش فريمون بديت معكم اليوتيوب وبديت معكم بالروتين ديال رمضان. وتخيلوا معايا دوزنا واحد الشهر واعر، ودابا بقات العائله غدا وكتكبر كتكبر كتكبر، ودابا راه قربنا نوليو 300000. تخيلوا معايا في عام ما كاملش، العام اللي فات صراحه ما جاش رمضان في الوقيته، مي غادي نقولوا عام حيت عاوتاني جا المهم. وهادشي اللي كاين، عرفتي دابا راه متحمسه وما عارفاش كيفاش نبدا معكم في الهضره وشنو نقول لكم، ولكن بغيتكم ترجعوا معايا للروتين ديال العام اللي فات، حيت مقرره انه حتى هذا العام غندير معكم لي فيديو يوميا ان شاء الله، وغندير ما في جهدي باش نشارك معكم كاع داكشي اللي كنطيب. وما تديوش على الصوت، يقدر يكون ديرونجاكم، حيت اختي قالت كتغسل الماء عند دابا. وهادشي اللي كاين خليوكم معايا. وقبل ما نبداو بغيت نقول لكم بلي اليوم غادي ندير واحد تشالنج، حيت كلنا طايخين وعارفين شنو غادي نطيبو، كل واحد فينا وشنو باغي عليه، قررنا انه نديرو قرعه. كل واحد فينا غيكتب جوج ديال الوصفات، جوج ديال الوصفات، جوج ديال الوصفات، ديك الساعات في الاخر غادي يختاروا ثلاثه ديال الوصفات من كل شيء وغادي نطيبوهم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين ما بغيتش نكثر الهضره، خليوكم معايا يلا نبداو. اوايل فناكاش مشيت جبت لي ورقه وستيله، وكنت غير انا وريهام وإلهام. مشيت عند راميه الاولى قلت لها يلا كتبي داكشي اللي مشهيه، ولكن كتبي غير جوج وصفات. بقات كضحك قالت لي وصافي راه فهمنا. ايوا المهم الوصفه الاولى كتبت البطبوط معمر، الله احسن حاجه. قالت الوصفه الثانيه بغات ستيك يكون مقلي. مهم صافي، من بعد وانا ندوز عند إلهام، إلهام كانت جالسه كتقرط في الفريز ما لقات كيفاش دير تكتب. قلت لها شوفي غاكتبي غاكتبي غاكتبي. ايوا المهم بدات بيتزا هي الاولى، اختارت بيتزا قلت ليها مزيانه بيتزا، وخسر حتى مؤخرا ولينا كنديروها بزاف، طلعت ليا في راسي ما نكتبش عليكم. المهم قلت ماشي مشكل، وكتبات بانيني. المهم دهنا دزت ليا انايا، انايا شنو اختاريت؟ اختاريت لاكيش واختاريت صالاد ديال لي بات. نتوما راكم عارفيني صافي هاد ديال الوريقه كاتبين فيها كل شيء. من بعد وانا نبدا نقطع فيها طريفات باش نلويهم ونديروا القرعه. ايوا صافي هنا قطعي ما تقطع، قطعي ما تقطع. وفين بابا؟ بابا جاي داخل عليا، عرفتوا دابا وحق الله يجي 11، انا غنبارطاجي معكم فيديو، عرفتوا دابا 11 ومازال تنقول لكم في هاد لي فوكال. المهم لويتهم صافي، درتهم في هاد الزليفه هادي. ايوا ومشيت عند راميه الاولى، اختارت وحده ولقات فيها البطبوط معمر. قلت لها الله بعدا شي حاجه انا باغاها. مشيت عند إلهام كانت مازال حاصله في الفريز، عطاتني الورقه حليتها لقيت اختارت ليكيش اللي اختاريت انايا. ايوا اخر حاجه الورقه ديالي لقيت راسي اختاريت بيتزا. ياخ اكثر حاجه ما باغاش. المهم ما عليناش، بديت بها هي الاولى، خديت واحد الربعه ديال المطيشات حكيتهم مزيان، من بعد خديت الرباع قربته وحاولت انه نيلو، عاد باش خديت ديك تيك تيك تا هي عاودت بها صافي. من بعد خديت الثومه، خديت غير جوج طريوصه، انا كتحمقني الثومه في لاصوص كيما بغات تكون. المهم حكيتها في الحكاكه الصغيره، عرفتي شحال زويونه. ايوا صافي هنا دزنا العطريه، العطريه على حسب الذوق، ديروا قياس اللي بغيتو، انا هذا هو قياسي. اول حاجه بديت بالملحه، درت تقريبا معلقه، دزت التحميره درت حتى هي معلقه، دزت السكينجبير ما كثرتش منه بزاف، ما كيعجبنيش صراحه في لاصوص، كيعجبني في الطواجن المرقه. صافي هنايا زدت البزار، نتوما راكم كتعرفوني انا مع البزار والحار. اخر حاجه زدت رحمك الله بابا 14، زدت الكمون، انا كنحماق على الكمون، زدت البلديه كنوره ديال البقري، واخر حاجه الزعتر، الزعتر مهم ضروري ما ديروه. واخر حاجه زدت سوليس حتى هي كتجي واعره في لاصوص ديال البيتزا. بابا كيعطس ما عرفتش واش سمعت ولا لا. من صافي خليت لاصوص كطيب على جنب، وانا ندوز للوصفه الثانيه اللي هي لاكيش، وقررنا انه نديرهم بالكفته. صافي هنا جبت الكفته من الثلاجه، خديت بصله قرتها رقيقه حيت صراحه لاكيش كيبغوا البصله تكون رقيقه، خديت مقله درت فيها الزيت الروميه، من بعد ناخذ ديك البصله كبيتها فوق من المقله باش تشحر مزيان، فهمتوا؟ وعرفتوا ريحه البصله شحال كتجي بنينه. صافي من بعد ما تحمرات وانا نزيد عليها الكفته، وبديت كنمعس فيها على هذا الشكل هذا باش تخلط هي البصله ويعطيو البنه.
صافي ما نساوش الملح والبزار ضروريين، وخليتها كطيب حتى ولات على هذا الشكل هذا. صافي من بعد وانا ندوز لاصوص بشاميل. لاصوص بشاميل كي العاده نتوما راكم عارفين طريقتي، خديت تقريبا جوج المعالق ونص كبار ديال الزبده، زدت عليهم ثلاثه المعالق ديال الطحين، كنحرك وكنشوف القياس، بانت ليا خفيفه كنزيد، فهمتوا؟ خاصها تعلق تولي بحال هكا. صافي من بعد وانا ناخذ الحليب محدي كنكب وانا كنخلط. صافي هنايا ستفت لاكيش في الطاوه، صافي هنا خديت لاكيش درت الكفته هي الاولى، من بعد عاد زدت عليها لاصوص بشاميل. لاصوص بشاميل درتها خفيفه شي شويه، ما جات بنينه صراحه. صافي هنايا زدت الفرماج، غير هو درت جوج الانواع ديال الشكل، درت شكل بالفرماج مربع وشكل بالفرماج محكوك. صافي هنا نرجعوا للبيتزا، من بعد ما لاصوص طابت قررت انه نوريكم باش غادي نديرها. قررت انه نديرها في الطون، الكاشر مدخن، بصله مشحره، زيتون، الفرماج احمر. صافي هادشي اللي انايا في ديك اللحظه قلت غادي ندير. شديت لاصوص هي الاولى درتها كما ديما. صافي من بعد وانا ناخذ الطون زدتهم للفوق، زدت البصله مشحره صراحه راه كتجي واعره الا شحرتوها. صافي هنا زدت الزيتون، قررت الكاشر مدخن طويل، زدت الفرماج، وفي الاخر زدت حتى هذا الفرماج مربع من الفوق. وصافي درناها طيب. يا لالا شوفوا كي كتبان، وشوفوا لي لالا الكوزينه كي ولات كي ولات، مازال ما فرحناش بها. وهنا واخيرا وصلنا للبطبوط، كانت هنا بقات غير بعد ساعه. المهم اول حاجه قسمنا البطبوطه من الوسط باش نلقاو فين نعمروها. بالنسبه لطريقه التحضير فخديت واحد جوج ديال المطيشات قرطتهم، من بعد خديت كرنيش والزيتون، زدت جوج حكاك ديال الطون، زدت البصله مقرده رقيقه، حكينا الكاشير على هذا الشكل هذا، واخر حاجه درت البزار. الملحه ما كنكثرش بزاف حيت ديجا راه شفتوني شحال من حاجه مالحه درتها تمايا. صافي وزدت الخل، وزدنا حتى هذا الخص هذا مقرد رقيق، وخلطت كل شيء مع بعضياته. صافي هنايا دزنا بالتعمار، درت خصه من وسط من البطبوطه، زدت معلقه كبيره ديال الصلاد، عمرتها مزيان، المهم بردت لها القلب. واخر حاجه زدت هذا الكاشير، وانتم تقدروا ديروا الفرماج محكوك الا بغيتوا، ما انا تشهيتها بالكاشير صراحه. وكانت هذه هي الطبله، نتمنى تكون عجبتكم صراحه، جات زوينه، جات غزاله. ما لاكيش انا كنفضل العادي اللي بالفرماج محكوك على الفرماج مربع. البطبوط جا واعر وحق الله، البيتزا جات خطيره، قطعتها على الطريقه ديال العيش ديال السوريين. المهم ما عليناش، كلشي جا هو هذاك، حتى الحريره صوبناها، غير هو ما صورتش لكم الطريقه حيتاش ماما كانت هي اللي نصبتها، يعني كانت نصبتها قبل ما انا نبدا نصور. وهادشي اللي كاين، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، خليو لي في لي كومونتير بزاف ديال الوصفات، حيتاش فريمون باغا ندير شويه ديال التغيير في هاد رمضان. وهكذا الطبله ولات باش تعرفوا بلي راه كاينه البنه.